اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من المطبخ المصري. كلنا متفقين إن إحنا شاطرين قوي في عملية إن إحنا نعمل صينية بطاطس بالفراخ. صينية بطاطس بالفراخ بتختلف من بيت لبيت، ولكن إحنا شطار فيها. نحط الفراخ سليمة، نحط الفراخ بالجلدة بتاعتها، نحمر الفراخ مسبقا، ني بطاطس وفراخ. أنا هعملها النهاردة بمدرسة المغازي ولكن بالطعم المصري. البطاطس تتقطع كريات والدجاج يتقطع كريات، يعني مكعبات، والاتنين هيتعرفوا على بعض في قلب الحلة ونقدمهم في طاجن أو نقدمهم يخنة. اسمها يخنة البطاطس بالدجاج. معانا النهاردة برغل، والبرغل كلنا عارفين من منتجات القمح الصلب. برغل ناعم وبرغل خشن. برغل الناعم بنستخدمه في التبولة، والبرغل الخشن بيخش في بعض الأكلات زي مثلا برغل بتفين، أكلة مشهورة. معايا برغل النهاردة هعمل البرغل بالبصل، أكلة لطيفة وجميلة اسمه طاجن البرغل بالبصل. هاخد شوربة لحمة، شوربة فراخ، لا ده ولا ده، مفيش أي مشكلة. التوابل هي اللي هتحسب الأمر في موضوع البرغل والبصل. الحلو بتاع النهاردة حلو لطيف وجميل، ولكن العصب بتاعه والبطل بتاعه الرز المصري بتاعنا. اسمها حلاوة الرز بالجبنة، دي مشهورة جدا على فكرة، ولكن التكنيك العالي، الفستق الحلبي، مية الزهر، الجبنة اللي تتحط، هل هي عكاوي، هل هي جبنة مشدولة، هل هي جبنة شلش، هي جبنة موزاريلا، التفاصيل جوه حلاوة الجبنة بالرز المصري مع الفستق الحلبي. خلونا مش هنطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل في الحلقة كتير ومعلومة غير معلومة، والمطبخ مصر النهاردة يعني سمع هوس. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بيه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل مع بعض. خدت سر الحلقة، معانا صينية الفراخ بالبطاطس هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة، وأنا بهديها كمان للمبتدئين في المطبخ. دايما للمبتدئين في المطبخ خاصة السن الحديث بيعمل الأكلات السريعة واللي هي سهلة التحضير. احنا عايزين نخش في تفاصيل أكلة زي جوز حمام محشين بالفريك، فراخ محشية بالرز، حلة محشي كرنب، حلة محشي ورق عنب، ده مفيش مانع حتى لو مرة كل 15 يوم. معايا النهاردة الفراخ بالبطاطس يخنة. يخنة يعني فيها صلصة طماطم ولطافة، ونشوف نعملها مع بعض ازاي. صدور فراخ، ومعانا بطاطس متحمرة جاهزة، وبصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة. بس خلاص الطعم المصري. البطاطس بتتحمر في الزيت كده بالشكل ده كده اهوت، وبنحضرينها ومجهزينها عشان نكسب وقت. بنجيب البطاطس بنقطعها مكعبات كبيره عشان تبقى ملحمه، وبنحمرها كده. وخلي بالك الاطفال الصغيرين يخشوا المطبخ يلقطوها من غير ما تاخدي بالك، تيجي تدور عليها تلاقيها خلصت، لان بيبقى طعمها حلو، رشه ملح ورشه فلفل وخلص الكلام. هناخد الفراخ نقطعها كريهات صغيره اهو زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. سكينتك حاميه بالشكل ده كده. صدور فراخ ينفع تتعمل بفراخ سليمه يا شيف؟ ينفع، مش هتقول لا، بس خلونا نعملها كده بالطريقه دي كده تبقى لطيفه وحلوه. تقدمي معاها صحن رز ابيض كده حلو، تقدمي معاها شويه برغل اللي هعملهم دلوقتي بالفريك، قصدي بالبصل. فراخ بالشكل كده في طاسه على النار شديده الحراره. اللهم صل على النبي. الاكل دي طبعا هنعمل لها طشه لطيفه كده بالكزبره الخضراء والتومه حلوه. حلوه تمام. الفراخ جاهزه، طاسه اخبارها زيت زيتون ولا سمنه، الاختيار ليك حسب الرغبه. احنا نحط شويه زيت للامانه ومكعب زبده، بس مش هنكتر دون كتير. ومعانا مكعب من الزبده، حلوه. وناخد الفراخ بتاعتنا دي كده، نحط عليها بصله حلوه بالشكل ده كده، نحط عليها فص ثوم محترم بالشكل ده كده، ونقلبهم حلو كده البصله والتومه مع الفراخ. مدرسه بقى، تقوم البصلايه والتومه يتعرفوا على صدور الفراخ بالشكل ده كده اهو في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. حاجات سريعة كده ولطيفة، ولكن تفاصيلها مصرية. ونسيب الفراخ دي يا عم الشيف تتشوح على النار بالشكل ده كده.
ونشيل الحاجة دي من هنا عشان نروق مطبخنا. واحدة واحدة كده عشان مطبخك يبقى رايق. تبقى واقفة رايقة كده وزي الفل. حلوة أوي. نقلب الفراخ مع البصلة والتومة. عشان تتشوح وتاخد لون نغطيها. تقوم تتبخر وتطلع معايا بسرعة. على ما نجهز اللي بعده. أنا معايا حلاوة الرز بالجبنة والفستق. دي بتاخد وقت على النار ساعة زمن شغل. احنا الحلقة بتاعتنا كلها على بعضها تقريبا 50 دقيقة مشفيين. حلاوة الرز بالجبنة عايزة من الطايم في المطبخ ساعة. وما فيهاش مجاملة دي، لازم حباية الرز تاخد وقتها في السوا. طب الشيف عمل ايه؟ نبص مع بعض الإخراج الجميل وأساتذة المصورين حبايبي. شفت الأكلة دي لطيفة وبسيطة، الفراخ استوت بمجرد ما بتستوي الفراخ بننزل عليها بالبطاطس. وليك الاختيار يا اما بالوايت صوص يا اما بالريد صوص. وايت صوص مش هنحط لها غير شويه كريمه لباني. الريد صوص هنحط معلقتين من عصير الطماطم او معجون الطماطم. هي اكله سهله وحلوه وهنعمل لها الطشه بتاعتها عشان تبقى مصريه ومن ايادي مصريه. كزبره خضراء مع تومه. تحت امرك يا ست الكل. تفاصيل الاكله مصريه. هنغطيها تاني ونسيب الفراخ تستوي. نبص على الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه؟ زي الفل. شايفين شويه الصوص اللي نازلين دول؟ تمام. نقلب كده. معانا البطاطس اللي احنا حمرناها. اخبارك ايه؟ تعالي يا حلوه اهي. دي بطاطس اتقطعت كريات. شايفين البطاطس دي اهي بالشكل ده كده اهو. اكله حلوه وانا بحبها، وخاصه لما الفراخ تستوي مع البطاطس. اسيب الفراخ واكل البطاطس بيبقى لها طعم حلو قوي. وبحبها بيضه بصراحه، ما بحبهاش بالطماطم. يعني لو سالتوني يا شيف مغازي بتحبها بايه؟ بحبها بيضه. بس هعمل لها طشه دلوقتي هتعجبكم قوي على فكره. ايه الطشه دي يا شيف؟ طشه بتاعه الملوخيه بس بالكزبره الخضراء. توم وكزبره خضراء. واتبلهم وانزل بيهم على الصينيه دي كده. عيني زي الفل. ونحط شويه الميه بتوعنا وخلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. اسرار المطبخ المصري بطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمطبخ المصري بطعم تاني. معانا يخنة البطاطس. قلنا لحضراتكم ليك الاختيار. في مشكلة مع الحموضة، في مشكلة مع الكولون، في مشاكل مع صوص الطماطم، ما بحبش الطماطم يا حبيبة قلبي في الأكل، استخدميها وخليها تبقى وايت صوص، تبقى بيضة. ممكن ما تحطيش كريمة لباني عادي، بالشوربة بتاعة الفراخ تبقى لطيفة وجميلة، زي ما أنا شغال كده. ولكن الكزبرة الخضراء مع التومة هتغير معالمها. حلو الكلام؟ بتجيب كزبره خضراء اهي معانا زي الفل متقطعه جاهزه ومكعب من الزبده والثوم الطازه بتاعنا ومعلقه زيت زيتون مع مكعب من الزبده عشان الزبده ما تتحرقش. وبعمل طشه بقى بتقلب لي الكيان البطاطس دي مع مع الفراخ. بجد بتغير لك طعمها خالص. هعمل ايه بقى يا شيف؟ معانا عود روزماري سقطوا كده هنا. انا بحب دايما بيسالوني على السوشيال ميديا الشيف المغازي دايما يستخدم زعتر وروزماري. يا اخوانا الزعتر والروزماري لما المعده بتشم خبر بيهم روزماري حبق زعتر ريحان اخضر بتزغرط. ما المعده دي فيها بعض الاكل وسوء الهضم والمشاكل اللي بتواجهنا. اكلنا تين شوكيا اللي هو اكلنا مثلا اكله دسمه شويه، فالمعده بيبقى فيها تخمير شويه. لما بننزل بالفليفر زي ريحان وزعتر وروزماري والحاجات والبردقوش والحاجات دي كلها بتدي ريحه حلوه للمعده وبتهيئ المعده وبتريح المعده. فليه ما نستخدمهاش دايما؟ مش تبقى الحياه كلها كزبره وشبت وبقدونس، يعني حاولنا نغير شويه. حلو. ادي الزبده مع الزيت. ننزل بالثوم. مطبخ اسهل منه مفيش، بس هي الفكره كلها ان احنا نشتغل فيه بحب. والثوم بتاعنا بالشكل ده كده. وانتظر مننا بعد ما بنخلص الحلقه ان شاء الله. احنا بنعمل لايف بنجاوب على كل الاسئله حتى لو عملنا الاكل قبل كده. انا عندي البطاطس بتغلى على النار اهي، ما اقلبهاش كتير عشان البطاطس ما تتهريش.
لان انا عايز في منافسه هنا بين قطعه البطاطس المتقطعه كريات وصدور الفراخ المتقطع كريات، واخد الطعم اهو زي الفل. بحط شويه البهارات الحلوين بتوعي على التومه اللي انا حاططها، يعني معلقه كمون صغيره، مش هحط بابريكا، انا مش عايز اغير اللون بتاع الشوربه، والملح بتاعنا هي السر في الخلطه دي، خلي بالك. فلفل اسود، كل ده شيف اه زي الفل. نقلب دول مع بعض. لازم تعملي يخلة البطاطس بالفراخ بنفس الطريقه دي كده، وقولي رايك فيها. هنا بقى في انسجام، انسجام رايق كده مع التومه مع البهارات مع الزبده مع الكزبره الخضراء اللي هتنزل دلوقتي اهو، هو ده اه حلو قوي. الخلطه دي على فين؟ اشم ريحتها بس، بتفكرني بالبطاطا الحاره البيروتيه مشهوره في لبنان. واحد بطاطا حاره 28 دولار مثلا، 30 دولار بطاطا حاره، بتتحمر في الزيت، البطاطس بيسموها هناك بطاطا، بتاخد كزبره خضراء، تومه، دبس الرمان، وادفع يا باشا زي الفل. شايفين الكزبره الخضراء اهي آه. تمام زي ما هي كده، بنزل بالصلصه بتاعتي دي كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده الله. والله يا شيف بسيط جدا، ده كيلو بطاطس بثلاثة تعريف، صدرين فراخ بثلاثة تعريف. ما تقلسوش عليا واسمع كومنتات غريبة لما بقول ثلاثة تعريفة، تعبير مجازي يعلمونا كده على ان الحاجة بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مش هتقولوا لي البطاطس على في السوق في متناول الجميع، صدر فرخة ونجيب فرخة نقطعها مكعبات صغيرة مفيش أي مشكلة، عشان بس نوصل للطعم. احنا مش هنعمل ديك رومي وعامل فخدة روم فخدة ضاني والجو خالص اهو. حلو الكلام. هناخد الخلطة دي يا عم الشيف زي ما هي كده اهي، زي ما هي اهو اهو. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. قلبها ومجهزين طبق التقديم واحنا مع بعض تاكلي صوابعك وراها. دي عايز ايه يا شيف؟ عايزه رز ابيض، شويه رز بالشعريه، عيش بلدي. هتسيب الفراخ وتاكل البطاطس؟ هتسيب البطاطس والفراخ وتاكل تدوق الصلصه الحلوه دي بالمعلقه؟ زي ما هي كده نغرفها عشان ايه نشوف اللي بعده. نجيب سرفيس حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. يلا يلا، هو ده يخنة البطاطس بالفراخ او بالدجاج مع الوايت صوص زلزال في قلب الطبق. هناكل فراخ ولا بطاطس ولا الكزبره الخضراء بالطعم المصري؟ خلصت الاكل دي يا عم الشيف، نخش على اللي بعده. مكلفتش حاجه. حلو،